بشير ظلام ودعب بين الخيام. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يسر قناة المهدي الفضائية أن تنقل لكم وبشكل مباشر من البصرة أبو الخصيب من حسينية الإمام الرضا سلام الله عليه مجلس عزاء حسيني في العشرة الأولى من شهر محرم الحرام، إذ يرتقي المنبر سماحة الشيخ ناصر الحائري، يليه الرادود الحسيني أياد النصراوي. الوقت الساعة 9 مساء في حسينية الإمام الرضا سلام الله عليه، البصرة أبو الخصيب العوجة.